رفعت الراية البيضاء وانطلقت الأفراس باستبعاد كنارة وأيضا محبوبة غدير، وانطلقت الأنجيات في شوطها الثاني على جائزة عبد اللطيف بن حسين المعشوقي رحمه الله من أهل الرياض وأحد رواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. هذا الشوط لأفراس الإنتاج السعودي عمره 3 سنوات التي لم تكسب، ويقام على مسافة 1400 متر، قيمة الجائزة 27,000 ريال، وبمشاركة كل من ميارة وشقرة مركود ودرة الرفيعة وميرة وتفاخر وزهرة الشرق ومكبرة وتستاهل غلاها وبهيرة وينبع وريح الموج وأحلام الزوم والصدارة في هذه الأثناء لينبع في المركز الأول، المركز الثاني لميارة، المركز الثالث لمكبرة، ومحاولات أيضا طبعا 3 رؤوس هي المرشحة في هذا الشوط، أيضا بركود شجرة بركود تحاول أيضا أن تتقدم في هذه الأثناء مع تقدم بقية الجياد وبهيرة وشاهدها أيضا من الخارج، وأخذت الآن الأفراس المنعطف الأخير وطريق المستقيم باتجاه خط النهاية، وميارة في المركز الأول، ابنة الفحر علي شيبة تتقدم الآن ما شاء الله وتحاول أن تزيد الفارق بينها وبين بقية عن بقية الأفراس المنافسة لها في هذا الشوط، والصدارة لميارة المركز الأول، محاولات أيضا من مكبرة ولكن ميارة ما شاء الله لا قوة إلا بالله وفرق كبير من الأطوال عن بقية الأفراس والمركز الأول في الشوط الثاني. ألف مبروك.